بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. الحاجة زبيدة الست المصرية الصعيدية اللي قلبت الدنيا كلها بإصرارها إنها تتعلم وتمحو أميتها بالرغم إنها دلوقتي وصلت ل 87 سنة. النهاردة الحاجة زبيدة حصلت على تكريم خاص بعرض قصتها أمام الرئيس السيسي، وده لما أتيحت ليها الفرصة إنها تكون جزء من فيلم تسجيلي بعنوان حلم العلم، نماذج نسائية مشرفة في التعليم رغم الصعوبات. وده كان ضمن احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية العام 2023 بحضور الرئيس السيسي والسيدة قرينته. الحاجة زبيدة مش بس وصلت للناس في مصر، دي وصلت للعالم كله، لدرجة إن النجمة العالمية أنجلينا جولي عملت ليها ستوري مخصوص ليها على صفحتها على الإنستجرام على اعتبار إنها نموذج مشرف ومشجع للإصرار على التعليم وتحقيق الأهداف، وتأكيد على إن التعليم مش مرتبط بسن معين. واللي الناس كتير ما تعرفوش عن الحاجة زبيدة إنها ست بسيطة عاشت طول عمرها في المنوفية مع جوزها، ربت أولادها لحد ما وصلوا كلهم لأماكن كويسة، وزي ما بيقولوا فاقد الشيء بيعطيه طول الوقت كانت حريصة إنها تعلم ولادها، وكمان أوقات كانت بتروح معاهم المدرسة توصلهم وتشجعهم يحققوا الحلم اللي هي اتحرمت منه. واليوم السابع كان ليه فرصة إنه يقابل الحاجة زبيدة ويتكلم معاها، واللي كلمتنا عن رحلتها في إنها توصل للي هي فيه دلوقتي لما كانت جزء ضمن مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي تحت شعار لا أمية مع تكافل. دايماً الحاجة زبيدة بتشجع كل اللي حواليها يتعلموا، وبتقول في كل مرة تتكلم فيها إن العلم نور والجهل ظلام، وإنها طول عمرها نفسها تحقق حلمها في إنها تقعد على تختها. وبعد 87 سنة حققت الحاجة زبيدة حلم التختة.